اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. الحلقه الاولى والثانيه من الموسم الثاني من مسلسل ديري جيرلز. تبدا الحلقه الاولى مع جيري اللي بتجهز نفسها علشان هتشارك مع المدرسه بتاعتها في مبادره للسلام واللي بتكون بينهم وبين مدرسه ولاد من بريطانيا، وهيقضوا مع بعض عطله نهايه الاسبوع في رحله لمده يومين. وبتوصل ميشيل ومعاها جيمس. ميشيل كالعاده بيكون نفسها تتعرف على ولد وسيم من مدرسه الولاد، بس ماري مام جيري بتحذرهم من الولاد اللي هيكونوا معاهم في الرحله وبتطلب من كل واحده منهم خلي بالها من نفسها. جيري بتطمنها وبتقول لها انها اصلا ما بتحبش الرحلات اللي بتكون مع الولاد، واول ما بيكونوا في الشارع جيري بتعرف اصحابها انها هتنطلق في الرحله دي وهتعمل كل اللي هي عاوزاه. كلير بتستغرب قوي من كلام جيري لانه عكس اللي هي قالته لمامتها من شويه، بس جيري بتقول لها انهم طالعين رحله بمبادره سلام، يعني لازم يتعاونوا مع كل اللي هيقابلهم في الرحله. كلير بتعد الفلوس اللي معاها عشان عاوزه تشتري هديه تقدمها للولاد بتوع المدرسه التانيه بمناسبة مبادرة السلام، لكن صاحب المحل بتاع الهدايا بيقول لهم انه ما عندوش هدايا للنوع ده من المناسبات، بس كلير عينها بتقع على هدية حلوة في المحل، تسأله على سعرها، فبيقول لها دي ب 20 جنيه استرليني، جيمس بيقول له ما تنفعش بخمسة جنيه، بيقول له لا، أورلا بتقول له طب بخمسة ونص، فبيقول لها لا برضه، جيري بتقول له إنها هتقدم له عرض حلو قوي، وبتعرض عليه إنها تدفع الخمسة جنيه مقدم وتقسط الباقي على ثلاث أسابيع، يعني هتدي له خمسة جنيه كل أسبوع، وأورلا بتقول له أو هنمسح لك المحل مرة كل أسبوع. صاحب المحل بيزعق لهم وبيطردهم بره المحل خالص. كلير بتكون زعلانه قوي عشان ما عرفوش يجيبوا هديه جميله، وبيتصدموا لما بيلاقوا جيني قدامهم ومعاها هديه كبيره قوي، وبتفضل تغيظ فيهم وتحكي لهم انها اشترت الهديه دي بفلوس كتير لانها مهتمه بالانشطه الاجتماعيه وبتحب تكون ظاهره فيها، بس جيري بتقول لها كلمتين بايخين وبتاخد اصحابها وبيمشوا من قدامها. البنات بيوصلوا للمكان اللي هيسكنوا فيه، وبيوصل اتوبيس الولاد، بس مديره مدرسه الولاد ميس جانيت والاخت ماريا مش طايقين بعض، لكن كل واحده فيهم بتقول كلمتين للترحيب بالولاد والبنات. بعد كده الولاد والبنات بيتعرفوا على بعض، والمفروض ان كل ولد هيتعرف على بنت عشان هي هتكون شريكته طول الرحله، لكن بسبب ان عدد مدرسه الولاد اقل من مدرسه البنات فبيكون جيمس واورلا ليهم شريك واحد وهو ولد اسمه جون. كلير حظها بيقع مع ولد اسمه فيلي بس بيسمع من ودن واحده بس، عشان كده هو دايما مكتئب، بس زميله هاري بيعرفها انها لما تتكلم معاه وتتعرف عليه اكتر هتحبه. هاري بيتفاجئ ان ميشيل بتجري ناحيته عشان تتعرف عليه، وجيري بتتعرف على ولد اسمه دي. بعد كده كلهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا بيتر موجود في المكان، والاخت ماريا بتكون متضايقه قوي من وجوده، ده غير ان ميشيل بتفضل تساله عن حبيبته اللي هيتجوزها، فبيعرفهم ان تجربته في الجواز فشلت من قبل ما تبدا، وبيبدا يتكلم مع الولاد والبنات علشان يناقشوا سوا اوجه التشابه واوجه الاختلاف بين المجتمع البريطاني والمجتمع الايرلندي. جيري بتكون اول واحده بتتكلم وبتفضل تقول اي كلام لحد ما بتقول لهم ان ما عندهاش اي فكره عن الموضوع. باقي الموجودين بيشاركوا افكارهم، وبتكون جيني واقفه عند السبوره بتاعت اوجه الاختلاف، واتشيلينج عند السبوره بتاعت اوجه التشابه، وفي اخر المناقشه بتكون السبوره بتاعت اوجه الاختلاف مليانه على اخرها، والسبوره بتاعت التشابه ما فيهاش ولا كلمه. بيتر بيتكلم مع الولاد والبنات وبيعرفهم انهم لازم يفكروا في التشابه ما بينهم، وخصوصا ان مجتمعاتهم قريبه من بعض، وده اللي هيكتشفوه خلال الرحله دي. بالليل جيري بتاخد اصحابها وبيروحوا على اوضه الولاد عشان يقعدوا معاهم شويه. جيمس واورلا بيقعدوا مع جون اللي ما بيكملش معاهم خمس دقايق على بعض، وبيسيبهم وبيمشي لانه زهق منهم ومن كلامهم الغريب. اما ميشيل فبتقعد مع هاري وبتكون عاوزه تخرج معاه يتمشوا شويه تحت ضوء القمر، لكن هو بيرفض عشان هو لابس سوار العفه وده بيمنعه يقرب من اي بنت، فبتروح جاريه على جيري وبتطلب منها يبدلوا الاولاد. اما فيليب فبيكون قاعد زهقان من كلير اللي بتفضل تتكلم معاه في السياسه وبيزهق منها جامد لدرجه انه بيقول لها انه ما بيحبش الايرلنديين. فجاه بتطب عليهم الاخت ماريا ومعاها العصفوره بتاعتها جيني. جيري بتعرف الاخت ماريا انهم موجودين هنا عشان يعرفوا اوجه الاختلاف والتشابه اللي بينهم وبين المجتمع البريطاني. الصبح كلهم بيكونوا على قمه الجبل، وميشيل وجيري مستغربين قوي من كلير لانها ساكته خالص. بيتر بيعرفهم انهم هيعملوا تجربه انقاذ بين كل ولد وبنت، واول اثنين بيكونوا هم فيليب وكلير، بس كلير بتفضل تصرخ عشان خايفه من فيليب لانه ممكن يسيبها تقع وتموت عشان هو قال لها امبارح انه ما بيحبهاش خالص. الكلام بتاع كلير بيكون سبب فتنه بين الولاد والبنات وبتقوم بينهم خناقه كبيره قوي. بعدها بيتر بيكون عامل اجتماع لكل اولياء الامور وبيحكي لهم على اللي حصل، وبيطلب من كل واحد فيهم يتكلم مع ابنه او بنته ويفهمه ان اللي حصل منهم ده غلط كبير ومش هو ده الهدف اللي اتعملت علشان الرحله. الحلقه الثانيه بتبدا مع الاخت
ماريا اللي بتكون في حفلة تسليم تمثال صغير، والمفروض انها هتسلم التمثال ده لمستر مالون مندوب الادارة التعليمية بعد ما فضل عندها فترة طويلة قوي. لكن هي بتفاجئ مستر مالون انها مش هترجع التمثال ده للادارة، وان الادارة التعليمية اكيد هتفهم موقفها ده كويس، خصوصا انها اتعلقت قوي بالتمثال ده اللي خدته هدية من بابا الفاتيكان في اخر زيارة ليه للمدرسة. بعدها بتقول للبنات ان في مدرسة جديدة هتوصل للمدرسة بتاعتهم بدل من ميس باتريك اللي سابت المدرسة، ويادوب بتخلص كلامها بيلاقوا واحدة روش قوي دخلت عليهم وبتعرفهم انها ميس بروين المدرسة الجديدة بتاعتهم. والفصل الكل بيلاحظ ان ميس بروين بتكون شايفة نفسها حبتين، وجيني بتحاول تعمل نفسها الطالبة المجتهدة اللي في الفصل وبتعرفها بنفسها، بتطلب منها تصحح لهم الواجب بتاعهم، خصوصا وانها كاتبة قصيدة شعر جميلة جدا. ميس بروين بتقرأ القصيدة بتاعة جيني قدام الطلبة كلهم وبتعرفهم ان الكلام المكتوب ده ملوش اي علاقة بالشعر اصلا، وبتمسك باقي الورق وتفضل ترمي فيه على الارض عشان مفيش حاجة فيه عجباها، لحد ما بتمسك ورقة مرسوم فيها صورة كلب، وبتكون دي الورقة بتاعت اورلا، ومع ان الرسم ملهاش علاقة بالواجب اصلا بس بتعجب ميس براون وبتحطها على المكتب. جيري بتتكلم مع ميس براون وبتعرفها ان البنات في الفصل ما يعرفوش اي حاجة عن الشعر، وانها الوحيدة اللي بتعرف تكتب شعر كويس قوي. ميس براون بتطلب منها اسمها وبتقرا الشعر بتاعها قدام الكل، وبتعرفها ان الشعر بتاعها وحش قوي وانهم كلهم فاهمين كتابة الشعر بصورة غلط خالص، وبتعرفهم انها هتديهم فرصة تانية عشان يكتبوا شعر تاني بطريقة افضل. تيري وماري بيكونوا في السينما مبسوطين قوي عشان اخيرا هيسهروا سهرة حلوة لوحدهم، بس بيتفاجئوا لما بيلاقوا سارة وراهم ومعاها كارين حبيبها الجديد. مش بس كده، ماري بتتفاجئ بان باباها جه هو كمان، وبتكون مستغربة قوي لان باباها ما بيحبش السينما من الاساس، لكن هو بيقول لها انه لقاها فرصة كويسة عشان يهرب من الرغي بتاع عمها كولم اللي بيكون واقف عند الموظفة عمال يرغي ومعطل الطابور كله وراه. ماري بتعرف ان السهرة بتاعتهم باظت وبتروح تجيب عمها كولم من قدام الموظفة وبتعتذر للكل. بعدها بيتفرجوا على الفيلم بس مفيش 5 دقايق وبيلاقوا مدير السينما بيدخل عليهم وبيعرفهم انهم لازم يمشوا من القاعة فورا عشان جات لهم تعليمات امنية بكده. في البيت جاري بتكون مع اصحابها ومتجمعين عشان يحاولوا يكتبوا قصيدة شعر حلوة. كلير وميشيل بيفضلوا يتناقشوا سوا في معاني الكلمات، واولا بتاخد رأي جيمس في صورته اللي هي رسمتها، بس جاري بتطلب منهم يسكتوا عشان هي مش عارفة تركز. وبتوصل ماري وبتتفاجئ ان جاري واصحابها اكلوا كل الحلويات اللي كانت في الدولاب بتاع عيد الميلاد، وبتزعل جامد عشان هي هتعمل الحلويات من تاني ومش هتلحق تعمل كده خصوصا وان العيد قرب. بس تيري بيعرفها ان العيد لسه فاضل عليه 4 شهور، لكن تومي بيقول له طبعا انت مبسوط باللي حصل عشان انا شفتك كنت بتفتح الدولاب بتاع عيد الميلاد وبتاكل من الحلويات. جيري بتعتذر عن اللي حصل وبتعرفهم انهم كانوا محتاجين للتركيز علشان المدرسة الجديدة بتاعتهم ادتهم واجب صعب جدا. تاني يوم في المدرسة بنلاقي ميس براون بتتكلم مع البنات بكل حماس وبتلعب معاهم عشان تخلي كل بنت تطلع الطاقة اللي جواها، ويوم ورا التاني والبنات بيحبوا ميس براون قوي وبيتأثروا بشخصيتها جامد. وفي يوم بيكونوا رايحين على بيت ميس براون، لكن كلير بتكون مستغربة من العزومة بتاعت ميس براون دي، بس جيري بتعرفها ان ميس براون عاوزة تقرب منهم اكتر، وده اللي بيحصل فعلا لان ميس براون بتقعد معاهم وتكلمهم عن اهدافهم في الحياة وانها شايفة ان الانسان لازم يستمتع بحياته بس لازم يكون عنده هدف في الحياة عشان يحقق، والا حياته هتكون من غير معنى. وهم راجعين بيقابلوا جيني اللي بتسألهم هم جايين منين كده. كلير بتتسحب من لسانها وبتعرفها انهم كانوا عند ميس براون في البيت، وجيري بتاخد كلير وبتمشي قبل ما تحكي لجيني على كل حاجة وتفضحهم. اليوم اللي بعده كلهم بيتفاجئوا ان ميس براون هتسيب المدرسة، وبيكونوا فاكرين ان جيني فتنت عليهم، والاخت ماريا هتنقل ميس براون لمدرسة تانية. عشان كده جيري بتاخد اصحابها وبيروحوا على مكتب الاخت ماريا وبتقول لهم انها هتمنع الاخت ماريا انها تبعد ميس براون عن المدرسة، وان عندها فكرة حلوة قوي وهي انهم هيخطفوا التمثال بتاع الاخت ماريا، وتبعت لها رسالة تهديد انها لو ما رجعتش في قرارها مش هتشوف التمثال بتاعها تاني، وهتكتبها بايدها الشمال عشان محدش يعرف مين اللي بعت الرساله. جيمس بيكون عاوز ياخد صوره للتمثال عشان يحطوها مع الجواب اللي هيبعتوه للاخت ماريا، بس ميشيل ما بتعجبهاش زاويه التصوير، وبيتخانقوا سوا على مكان كويس للتمثال لحد ما بيقع منهم ورقبته بتتكسر. كلهم بيتصدموا من اللي حصل، لكن اورلا بيكون عندها الحل عشان هي معاها ماده اللزق اللي هتصلح بيها التمثال، وبيتلموا حوالين التمثال عشان يصلحوه، بس بيتفاجئوا لما بيلاقوا الاخت ماريا داخله عليهم ببدلة الجودو وهي بتعمل التمارين اليومية بتاعتها، وبتتصدم لما بتشوف اللي حصل في التمثال. بعدها كلهم بيكونوا في مكتبها قدام اولياء الامور كله، والاخت ماريا بتطلب منهم يا اما يدفعوا ثمن تصليح التمثال يا اما المدرسة هترفع عليهم قضية، ده غير انها رفضت عيالهم من المدرسة لمدة اسبوع. جيري ما بيعجبهاش اللي بيحصل ده وبتتكلم مع الاخت ماريا وبتعرفها انهم عملوا كده علشان اللي هي عملته مع ميس براون وان ده ظلم. الاخت ماريا بتستغرب من الكلام بتاع جيري وبتدخل عليهم ميس براون وبيعرفوا منها ان هي اللي قدمت طلب للمدرسة
المدرسه عشان تمشي، لان جت لها فرصه في مدرسه تانية بمرتب اعلى. وبكده احنا وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى يكون فيديو المره دي عجبكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه بتاعه الاولانيه. السلام عليكم.